أعزائي الحضور، إننا ندرك أهمية إطلاق هذه المبادرة التي تأتي في سياق إدراكنا التام بالدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بكونه حجر الأساس في الاقتصاد القطري والتنمية الاقتصادية. Firstly, I'd like to extend my gratitude to Abdulaziz Al Khalifa, Chief Executive Officer of Qatar Development Bank, and his entire team for their dedication and their relentless efforts to empower the private sector here in Qatar. I'd also like to recognize the support we at Qatar Shell get from our partner Qatar Petroleum, QP, in this area. At Qatar Shell, we have made it our mission to support the Qatar National Vision 2030 and Qatar's national development strategy by supporting local businesses and SMEs. الخبرة اللي اكتسبناها من المشاركة في مصنع اللؤلؤة ساعدتنا على رفع أداء السلامة والجودة والإنتاج، وبالتالي عندنا فرص أفضل إن شاء الله في المستقبل أن نتوسع على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي. بعد الاطلاع على معايير السلامة الموجودة في مصنع اللؤلؤة والمتبعة لديهم، تطورت المعايير هذه بحيث أننا صرنا نلتزم بالمعايير الدولية في السلامة. We've been very pleased with the progress that the three companies who got the awards for last year's contracts have been making. وأبارك للشركات التي فازت بالمناقصات السابقة، وأتمنى التوفيق للشركات التي سوف تقوم بالتناقص على السبع فرص الجديدة. بعد سماع هذه الفرص الممنوحة حقيقة من قطر شيل بالتعاون مع بنك التنمية، فبدأنا حقيقة أن ندرس الموضوع بشكل جاد. طبعا احنا راح نعمل بشكل جاد لبناء مصنع مثل هذا النوع الكابلات ذات الجهد المنخفض، بحيث ان نصل في هذا المصنع الى الورد كلاس. نشكر بنك قطر للتنمية لدعمه المشروع وذلك بتقديم المشورة الخاصة بإنشاء هذا المصنع، وكذلك تقديمه الدعم المالي القروض لهذا المصنع. وكذلك مثل ما ذكرت عن الحمد لله احنا دعم البنك قطر التنمية للقرض وتوفر القرض لدينا، ان شاء الله هذا نربط كل النقاط هذه كلها، وان شاء الله مع السنة القادمة ان شاء الله ترون حاجة على الأرض ان شاء الله. بدلا من الوكالات و يعني بصوره دائمه يكون الاستيراد للخدمات او الاستيراد للمواد من الخارج، فاحنا نبحث يعني ونحث على صنع في قطر.